فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. ماذا كان يقصد النبي من هذا القول؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان محبه علي بن ابي طالب اصل من اصول علامه من علامات الايمان، وهي جاءت صريحه في الروايه الاخرى. قال عهد النبي لي، من احبني فهو مؤمن ومن ابغضني فهو منافق. فهو هنا الشيعة هنا حرفوا قصد النبي في هذا الحديث. طبعا طبعا هم يقولون بالخلاف في هذا الباب، وهذا خطا مبين. هو اراد النبي ان يقول ان من علامات ايمان المؤمن بالضبط اولا ان توالي عليه وان تنصره. نحن مأمورون بموالاة اهل الايمان. صحيح. كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى كذلك بعضهم اولياء بعض. كذلك الامر ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان الثلاثه ولابد من موالاة ابي بكر وموالاة عمر وموالاة عثمان. فموالاة علي بن ابي طالب اصل عندنا من واجبات الايمان. فعلامه الايمان موالاة عمر موالاة علي بن ابي طالب، نصرته وبيان فضله ومحبته والتردي عليه وإذاعة فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهذه الموالاة الصحيحة، ولذلك النبي يقول ولي كل صالح. وعلي بن أبي طالب من أصلح الصالحين. علي بن أبي طالب وأخوه جعفر لهما له من المكانة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علي بن أبي طالب هو منه. كفى أنه أبو الحسن والحسين، وهو زوج سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فالمعنى هنا هي نصرة علي ومحبة علي. وقد جاء كما قعد البخاري إمام أهل الشأن في الحديث، قعد أن الحديث يعرف بالحديث. قال النبي، قال علي بن أبي طالب عهد النبي إلي من أحبني فهو مؤمن ومن أبغضني فهو منافق. نعم. يبقى إذن علامات النفاق عدم موالاة علي. ونحن نشهد الله على حب علي وحب آل البيت، ونشهد الله على نصرة علي ونصرة البيت. علامة إيمان وعلامة النفاق بغض علي بن أبي طالب. ولذلك حتى معاوية بكى قال لو تعلمون ما حدث في الأمة بعد موت علي بن أبي طالب، ظلمة في الأمة أعظم ما تكون. كيف يأتون بمثل علي بن أبي طالب، بمثل علم علي بن أبي طالب، بمثل قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فنحن نشهد الله على محبة علي بن أبي طالب ونصرة علي بن أبي طالب ونصرة آل البيت ومحبة آل البيت. هذا معنى علي من كان مولاه فأنا مولاه، علي من كان يعني يتولى علي فهو يتولى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ينصره يحبه. نعم. وأيضا من تمام الإيمان من أو الإيمان الواجب هو نصرة علي بن أبي طالب ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.